بينما تهدد إليز ملاك يدخل إمري الغرفة. على الرغم من أن إمري يشك في الوضع، إلا أنه لا يستطيع معرفة الحقيقة. تزداد حالة ملاك خطورة وتتوقف عن الأكل والشرب. يحاول خيران معرفة الحقيقة من ملاك. يليز يمنع ذلك. تدرك هيكران أن يليز هي السبب في مزاج ملاك السيء، لكنها لا تعرف كيف تعبر عن ذلك لإمري. تعلم نورتن أن الأمور لا تسير على ما يرام في الشركة القابضة. إنه لا يريد أن يعرف إمري بهذا الموقف عشية الخطوبة. نورتن تجلب مصممة أزياء إلى القصر لتصميم فستان خطوبتها. نظراً لعدم وجود ييلز هناك، فقد طلب من هيكران أن يكون عارضة أزياء. وبينما تغضب ييلز من هذا الموقف وتقوم بقص الفستان، يدخل إمري الغرفة. يندفع كريمان للعثور على المال عندما تنقطع الكهرباء عن المنزل. بيركي يلتقي إليف في دار الأيتام. أليف لا تتوقع هذا. عندما يفشل بيركاي في محاولاته للتقرب من إليف، يقرر شراء المعجنات. يضع سونر رجاله خلف إليف. بيركاي يحيد رجال سونر وينقذ إليف. هناك تقارب بين إليف وبيركاي. ترى إليف هذا الموقف بينما يأخذ كريمان المال من بيركاي. بينما يقود إمري هيكران إلى المنزل، يتجول سونر ورجاله كتهديد. يليز سعيدة جدا بإعلان الخطوبة. إنه يتصرف بالقرب من إمري في كل فرصة ويعمل كوزير لهيكران. يريد هيكران التحدث إلى إمري وحل الموقف بسبب صمت ملك وتعاستها. في هذه الأثناء تبدأ يليز وعليا في التخطيط للخطوبة. تشعر يليز بالقلق من قول ملك الحقيقة لإمري. بينما تهدد يليز ملاك مرة أخرى، يدخل إمري الغرفة. يستمر البرود بين إليف وبيركاي. يريد بيركاي اغتنام كل فرصة للتحدث مع إليف. بناء على المعلومات التي تلقاها من بيركاي درويش، قرر الذهاب إلى دار الأيتام. يصل سونر إلى كيريمان نتيجة عمليات البحث التي أجراها. إنهم يتحققون مما إذا كان هيكران يعرف شيئا عن كيريمان سونر. بينما كانت الدعوة جارية، أرادت ملك أن تكون يليز والدتها اللطيفة. على الرغم من أن يليز تضغط على إمري للإعلان عن الخطوبة، إلا أنها لا تستطيع تحقيق هدفها. صمت ملك يقلق هيكران وإمري. بغض النظر عما تفعله هيكران، فهي لا تستطيع إقناع ملاك بالتحدث أو اكتشاف مشكلتها. إمري ينتقد يليز لجعلها الخطوبة أمراً واقعاً. يهدد يليز بمغادرة القصر. تم القبض على بيركاي من قبل إليف. على الرغم من أن بيركاي يكذب لإنقاذ الموقف، إلا أنه يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان قد فهم الحقيقة أو تعلمها. سونر يبحث عن هيكران. كريمان وأليف قلقان بشأن سونر. هل سيرى إمري سونر عندما يوصل هيكران إلى منزله؟ يخبر إمري ضيوفه أن هيكران هو مقدم رعاية ناجح جدا ساعد ملاك على التحدث مرة أخرى. تضع يليز خطة وتهدد ملاك وتجعلها تقول إنها تريدها أن تكون والدتها اللطيفة. يعتقد كريمان أن إيبو سرق أمواله. وجد إيبو في متجر الدرويش. تزداد شكوك درويش عندما يرى جلال يضرب رجلا. تعمل أليف كنادلت في الحفلة. لقد أصبح التوتر الناتج عن المواجهة الظلية مع بيركاي أمراً من ذوي الخبرة. عندما لاحظ بيركاي إليف، اتخذ إجراءً لترك الدعوة في أسرع وقت ممكن. تم إطلاق سراح سونر، زوج هيكران السابق، من السجن. وتستمر كافة الاستعدادات للحفل الذي سيقام على شرف خطاب ملاك. تريد ملك أن ينضم هيكران إلى الحزب أيضاً. هيكران لا ترغب في المشاركة، ولكن عندما تصر ملك، تضطر إلى المشاركة. ومع ذلك، ليس لدى هيكران ملابس يرتديها في الحفلة. نورتن تعطي هيكران الفستان الذي صنعته إليز للحفلة، لكنها لم تعجبه لاحقاً. هيكران لا تريد أن ترتديه في البداية، لكن ملك تصر. يبدأ الحفل. هيكران ترتدي الفستان، إنه جميل جداً.
عندما تأخذ هيكران يد ملاك وتنزل إلى القاعة، يتحول كل انتباه الضيوف إلى هيكران. أعجب إمري أيضاً بجمال هيكران، وينظر إلى هيكران بإعجاب، وتعمل إليف كنادلة في الحفل الذي أقيم في القصر. ينضم بيركاي أيضاً إلى الحزب بناء على إصرار والده. يبدو أن إليف وبيركاي يرون بعضهما البعض في الحفلة. بعد خطاب ملكي، إمري يشكر هيكران. هذا هو عمله. تعرض إليز تنظيم حفل في المنزل بعد خطاب ملاك. إمري يقبل هذا. تنظم إليز الاستعدادات للحفلة في المنزل. لقد بدأ الملاك الآن يتكلم. الجميع في القصر، وخاصة إمري، سعداء جدا بهذا الوضع. يعتقد أحد السادة الذين جاءوا إلى القصر أن هيكران وإمري مخطوبان. ترى يليز هذا وتغضب. عندما يهين هيكران بشدة، ينزعج هيكران بشدة. يواصل بيركاي التسوق لشراء كيريمان. عندما يحضر إلى المنزل ما اشتراه، تمسك به إليف. تدرك إليف أن بيركاي يتسوق لشراء كيريمان. يحاول خيران معرفة ما يزعج ملاك، لكن ملاك لا تستطيع أن تقول أي شيء لأي شخص لأن إليز تهددها. يخبر هيكران إمري أنهم بحاجة للحصول على دعم طبيب نفساني لمليكة. تطلب إليز من الطبيب النفسي أن يتحدث معها كما لو كان مقدم الرعاية لها هو المسؤول عن وضع ملاك. هيكران يؤذي ملاك ويجب عليه مغادرة هذا القصر على الفور. قبل أن يتمكن إمري من فهم ما يحدث، يواجه أزمة جديدة من ملاك. إمري، مثلما كان على وشك أن يغضب من هيكران، تتدخل ملك وتتحدث. يقول له ألا يغضب على والده. تفاجأ إمري بكلام ابنته. عندما تدرك كيريمان أن بيركاي تحب إليف، يستخدمها. إنه يجعل بيركاي يحصل على ما يريد. يسقط بيركاي هويته الجامعية أثناء مغادرة كيريمان. ينظر كريمان إلى الهوية في مفاجأة. تتصرف ملك بالاستياء تجاه هيكران، لكنها بعد ذلك لا تستطيع تحمل ذلك وتعانقه. عندما يعود هيكران إلى القصر، يزداد التوتر في القصر. نظراً لأن ييلز وولي لا يستطيعان التخلص من هيكران، فإنهما في عجلة من أمرهما لإجراء الخطوبة في أقرب وقت ممكن. كما تدعمهم نورتين في هذا الصدد. يقوم بتنظيم عشاء لإمري ويلز حيث سيكونان بمفردهما ويقرران موعد الخطوبة. عندما تعلم ملاك ذلك، تنسحب. إنها لا تريد أن تكون يليز والدتها اللطيفة. إمري ويلز يخرجان لتناول العشاء. يوافق إمري على تحديد تاريخ الخطوبة. يحاول هيكران